السوق شويه اخو تمام تمام كاين تمام بزاف كاع ما المسكين محن فهمتي سردي لي 25 درهم 30 الحوت كبير كاين القرب كاين الميرنا كاين الصون مسعر شويه والكروفيت كان داير 150 دابا داير 130 190 داك على حساب الجوده السوق غالي اخويا بزاف كاع الحواسه محنين بزاف تما الاثمنه شنو طلع تما اخويا الشناقه وقلت ترانسبور والشناقه تاهم هذا هو المول الحوت كيتصدر برا دابا حوتنا حنا عندنا جوج بحور كيتصدر الحوت لبرا الدرويش محن يجي يشم الريحه ويزي صافي هذا هو المشكل الحلاج غادي نقول لك الله يصاوب من عنده المسؤولين هذا هو المشكل المسؤولين اللي خاصهم يراقبوا هذا الشيء بزاف هو يحيدوا هذا الشيء ديال الشناقه كيجي الشناق كيضرب لك كاميو فهمتي هو كيقلب البيع تمام كيصدق بيع تمام كيصدق بيع تمام اخر واللي باغي صندوق جوج مسكين ليه الله الاثمنه اللي كيقولوا في اذاعه اخويا راه منها والو ما كايناش في الواقع راه ما كاينش هضر معايا في الواقع راه ما كاينش الاثمنه هذه الميره اخويا دابا 1700 ما طاحش على 1700 1700 1800 قمرون اخويا 1300 درهم الصول 1900 درهم الاثمنه ديال اليوم كنقول لك الكرامه نديرها 140 150 درهم القرض ديال 80 درهم القرص ديال 80 درهم الفرق ديال 1000 ريال اليوم صباح بعدا شويه الفرق بعدا راه صباح شويه كان 70 درهم كان 70 75 الكوله دير الكوله ميره الكوله الكبيره دايره 80 درهم 70 درهم السرديل تباع ب 37 فرانك 7400 تبعتها 40 فرانك حيت دابا السرديل هذا خص الناس يعرفوا واحد القضيه في السرديل دابا السرديل هذا دابا الاول داو 45 فرانك ودابا حتى ال 11 دار 37 38 فرانك من الاولين داو 45 فرانك دونك هذيك اللي داو 45 فرانك غادي يبيعوا بواحد 25 او 30 درهم ودابا هادو اللي داو داك غيبيعوا ب 20 درهم تيش الاسواق دابا مختلفه كتلقى السردين ب 20 درهم 25 هذا هو الشيء اللي كاين دابا شكون اللي حوت كاين موجود حوت القشره اللي موجود الناس خاصها تعرف واحد القضيه راه حوت القشره اللي موجود بحال القرب بحال الفرخ شويه من ميرناو ميرناو الصولو كرمانو ميرناو الصولو كرمان هما اللي بغاش يطيح والو والقمرون دابا على وجهه كاين دابا قمر رقيق دابا 1300 كاين قمر ديال 2000 درهم كاين قمر ديال غليظ شويه بغات يغليظ حبه حبه 2000 درهم ديال العريش هذا كيتباع ب 150 درهم 150 160 درهم غالي هذاك ما خويا والله يصوم نقول الله يصوم اما الاثمنه راه كتبان ليا هي بالنسبه لهذا العام هذا طالع العام اللي فات هذا العام هذا حيت انا الكوله عمر بعدا بعتها انا ب 80 درهم هذه الكوله هذه تبعتها ب 80 درهم الكوله كنبيعها ب 60 درهم هذا 60 درهم الا غلا 60 درهم دابا واش 80 درهم 85 درهم كانت المنزله اللي قبل كانت المنزله راه كان الريحه صاحبي هي ما تشتي البرد راه ما كانش الحوت ديك الساعه لقيتها دابا الحوت دابا يلاه غادي يوجد الحوت راه كانت المنزله بنادم خصها عرف واحد القضيه راه كانت هي ما شهر جوج دابا شهر جوج الاخر ديال شهر جوج وشهر ثلاثه راه كان البرد والشتا على عقلته فاش كان البرد والشتا كان الحوت قليل ما كانش كاع كانوا شي صدقات قلال كيتباعوا غالي ها تيولي كاين اخويا ما دابا الحمد لله راه السلعه بدات كتدخل البارح الباح كانت السلعه اليوم الحد كتكون ديما الحد كتكون قليله عندك الحد والثنين كتكون السلعه قليله في المرصد